خير يا أهلا وسهلا فيكم. بعض الناس يعاني من ألم في الرسغ نتيجة ضغط اللي هو الرباط على العصب، وش أسبابه؟ نتيجة استخدامنا للماوس فترة طويلة بدون مثلا ما نستخدم المثبت أو المسند، هذا الشيء يساعد على تخفيف الضغط على الرسغ، أو نستخدم اللابتوب والماوس بدون ما نحط مثبت، أو بدون مثلا ما نريح اليد بدون ما نسوي إطالة. وضعية اليد بهذا الشيء يجهد عضلاتك ويضغط على أعصابك. وش الحلول لهذا الشيء؟ العلاج الطبيعي وتمارين إطالة، وبعض الأحيان نستخدم مثبت. خليني بشرح لكم عن هذا اللي هو الضغط. هذا هو الرباط اللي يضغط على العصب الأصفر فيعطي ألم على هذه المنطقة، ممكن يصاحبها ألم أو تنمل أو وخز، وهذا الشيء زي ما ذكرت لكم حلوله بالعلاج الطبيعي أو استخدام المثبت. نشوفكم على خير. بعض الناس تسأل وش هو المثبت اللي تقصده؟ هذا هو المثبت اللي أقصده، نستخدمه فترة اللي هو الألم أو فترة استخدامنا للكمبيوتر أو اللابتوب، راح يساعد على تخفيف الضغط على هذه المنطقة اللي فيها العصب، بالإضافة إلى أن نسوي تمارين تقلل من ضغط اللي هو العصب وتحرر منطقة العصب بمرونة العضلات وأيضا مرونة المفصل، وراح أذكر لكم بعض التمارين. استخدام الكمبيوتر فترة طويلة أو الماوس فترة طويلة، وايضا عندي متلازمه النفق الرسغي، وش التمارين اللي ممكن اسويها تساعدني وتقلل الضغط على هذا العصب؟ اول شيء اثبت واعد 5 الى 10 ثواني واريح اكررها 10 مرات. التمرين الثاني احاول احط يدين بهذه الوضعيه وانزل بها للاسفل واثبت من 5 الى 10 ثواني واريح. التمرين الثالث احط يديني خلف الظهر واحاول افتح صدري واثبت 5 الى 10 ثواني واريح. التمرين الرابع احاول اني اسحب راسي خلف عشان اسوي اطاله هذه العضلات اللي تغطي منطقه الاعصاب وتقلل الضغط على منطقه اليد، اثبت 5 الى 10 ثواني وريح. كررها 4 الى 5 مرات في جلسه واحده مع ثبات 5 الى 10 ثواني، راح تساعد على تخفيف الضغط على هذا الاعصاب. اشوفكم على خير.